من ترك المشي تركته العافية. رياضة المشي السريع التي صنفت على أنها من أشهر الرياضات التي يهدف الأشخاص من خلال ممارستها إلى تحقيق العديد من الغايات، وذلك بفضل سهولة أدائها وفوائدها الكبيرة على الصحة العقلية والنفسية والعضلية على حد سواء، علما أنه يجب القيام بهذه الرياضة بشكل دوري وبمعدل لا يقل عن ساعة يوميا أو 3 مرات في الأسبوع على أقل تقدير، خاصة في ساعات الصباح الباكر وفق الدراسات والأبحاث العلمية، وذلك لأسباب عديدة أهمها تخليص الجسم من الدهون المتراكمة في مناطق عديدة من الجسم، خاصة المنطقة السفلى والتي تعاني النساء بشكل خاص من زيادة في الوزن فيها، بما في ذلك منطقة الأرداف، كما يقي الجسم من الإصابة بداء السكري وأمراض القلب وضغط الدم، ويحول دون انسداد جدرانه وشرايينه، وبالتالي يقي من السكتات والنوبات القلبية والدماغية، ويخلصه من تراكم السموم مع مراعاة التنوع ما بين المشي السريع والمشي البطيء الذي من شأنه تفعيل عمليات الاستقلاب وحرق الدهون، كما يقلل من مشاعر الإرهاق ويخلق حالة من الاستقرار النفسي، حيث يقي من العصبية والاكتئاب من خلال زيادة إفراز هرمون الإندروفين الذي يعزز الحالة المزاجية، ويخلص من أوجاع المفاصل والعضلات وعظام الظهر من خلال زيادة مرونتها. إليكم أهم النصائح لمشي سليم. المشي في ساعات الصباح الباكر تحت أشعة الشمس الخفيفة قبل ساعات الذروة، حيث يكون تركيز فيتامين دال المفيد للصحة البدنية. المشي قبل الأكل ويحذر منه بعد الأكل مباشرة تجنبا لاضطرابات المعدة. أما عن أفضل الطرق للمشي السريع فهي كالتالي: بالنسبة لوضعية الساقين، أحد الأخطاء الشائعة التي يفعلها البعض في رياضة المشي بسرعة هو مد الساق بخطوة أكثر اتساعا من اللازم، ولن يحرق هذا سعرات حرارية أكثر لأنك ستتعرض للإجهاد بسرعة قبل أن تحقق المسافة المطلوبة. بدلا من هذا، ركز على دفعة أقوى بجسدك للأمام مع هبوط قدمك على الأرض، وسيجعلك هذا تمشي أسرع. وبالنسبة للقدمين، حاول التركيز على الكعب والأصابع أكثر من باطن القدم لتمشي أسرع، ولا بد لكعبك أن يلامس الأرض. دع فخذيك ومنطقة الحوض يتحركان بحرية للأمام والخلف مع خطواتك، وربما تجد منظر الأشخاص الذين يشاركون في سباق رياضة المشي طريفا بعض الشيء وهم يقومون بهذا، لكن تقييد حركة الحوض يقلل من سرعة مشيك فعلا. حافظ على جذع الجسم قائما، فالانحناء للأمام والخلف يزيد من الإجهاد ويقلل من سرعتك. بالنسبة للذراعين، ابق المرفقين بزاوية 90 درجة واترك يديك مسترخيتين. اترك ذراعيك تتحركان للأمام والخلف وابقهما قريبان من جذع الجسم. اجعل كتفيك وعنقك مسترخيان وابق رأسك مرفوعا وانظر للأمام. كم من السعرات الحرارية يحرقها جسم الإنسان من خلال هذا التمرين؟ الشخص البالغ الذي يزن 75 كيلوغرام يحرق 100 سعرة حرارية تقريبا في كل ميل يمشيه، والذي يزن 100 كيلوغرام يحرق 133 سعرة حرارية، والسرعة التي ينبغي المشي بها تتراوح في العادة بين 3 و4 أميال في الساعة، وستحتاج للبدء بسرعة بطيئة إذا كانت لياقتك ليست على المستوى المطلوب، لكن سرعتك ستتحسن تدريجياً إذا ما انتظمت في هذه الممارسة.